بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام. ما زلنا بفضل الله تعالى مقاربين لآية واحدة من سورة الأنعام ذو كتل لبيتاي، وقلنا الآية اللي اخترناها البارحة رقمها 31، وعلى بركة الله نسير. قد قلنا شيء حصل حتى قبل ما تحيا الدنيا وتموت وتبعد، راك قادم على الخسارة. خطاب لشكون؟ هو أول واحد يخاطب به هو النبي الكريم، حب المولى سبحانه وتعالى الرقم واحد، وهو قائدنا حبيبنا. ربي أخبره أن الشيء حصل، كفرك كافر مش يؤدي بك إلى الخسائر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. تجد لازمك باش تكذب اللي مش لاقيك ربي. وقت اللي خلقك المرة الأولى، أنت عندك أنت بجهلك وغرورك وهذيانك والأمراض العقلية البسيكوز، هذو بزاف خلوك أعمى لا تقدر على الرؤية العميقة ولا تسمع كلام الله كما يجب أن يسمع، بل عندك أنت أذيك. هيا سكروا عليها، هيا بدوا عليها الصحن. هاي لأن القرآن هو نداء الرحمن باش ترجع له من التوابين، من النادمين على ما مر بحياتك. بالك الله لطيف بالمطلق ولكن شديد العقاب، ولا واحد منا يجب يرى ولو نانو جزء من عقاب الله في الدنيا فقط، أما بالك في سكرة الموت وفي القبر وحفر من حفر النار، والبعث صدمة عظيمة للأشرار، وبعد ياخذ مكانه إلى الأبد. يساعدك الحساب هذا، هو قال لك ربي خسرت، انت هذه خسرت عند ربي كونسونتلي ريان دو ريان، اما حتى رحمه حتى في الدنيا اخترتها يمرمدك. سأرهقه صعودا، قالك سامة قال سوف بالوقت، قالك ما دام اخترت سوى الله وارضيت ابليس اللي وعدوك المبين اعلم انك من الخاسرين. نعود ان شاء الله الرحمن الرحيم.